كنت ماشي صدفة في السوق، فبدي أوريكم مشهد من مشاهد صبر صمود المرأة الفلسطينية وكيف هي شريكة حتى في المعاناة وفي أصعب الظروف، وتحاول تساعد زوجها وولادها والناس اللي هي عايشة. بدي أعرفكم على قصة آية. إيش بتعملي؟ ببيع معلبات وبسطة. زمالك تبيعي؟ طب ليش انت بتشتغلي فتحتي بسطه؟ انا اضطريت انا افتح عشان زوجي مش قادر، صاحب مرض، فمش هستنى اولاد وزوجي يموتوا من الجوع، عشان هيك انا اضطريت اقعد واشتغل واطعم لهم. الله يقويكي. ايش احلى شيء صار في الحرب لك انت؟ بس شيء حلو في الحرب. وين بتعيشي انت؟ تعال في الشباب. هاي الخيمة اللي أنا بعيش فيها، دار أهلي راحت، فاضطريت أنا أجي هنا عند خيمة سلفي هذا. هاي أنت وولادك وزوجك تنام؟ أنا أولاد وجوزها، أنا بحط مولودة هادي بتنام هنا. بتضرب في السقع هنا، أنا بحط بضطر أنا هيك النوم عندي، هيك هاي المساحة المتوسعة هنا بالضبط، بحط الفرشة هنا، البنت هنا، الولد هنا، وأنا وجوزي بناخذ حنا زي هيك، يا هيك بننام يا هيك. اللي إيش يسعوا هدول؟ هاي الخيمة اللي شايفينها مترين في 3 متر تقريبا أو مترين في مترين، بيعيشوا فيها أكثر من 16 شخص. متخيلين لوين وصلنا؟